اليومين اللي فاتوا كانت ايام صعبه جدا على نادي برشلونه، طبعا اللي احاطت بيه مجموعه كبيره من الازمات، انتهت باجراء انتخابات. على كل حال خلاص خوان لابورتا اصبح رئيس من جديد لنادي برشلونه بعد حصوله على اعلى عدد من الاصوات في الانتخابات الرئاسيه، وحصل على اكثر من 54% من اجمالي اصوات الاعضاء اللي صوتوا في الانتخابات، والبالغ عددهم اكثر من حوالي 30,000 صوت. كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هنأ لابورتا بفوزه وتمنى له التوفيق، وقال كابتن محمود الخطيب في التهنئه: عزيزي السيد خوان لابورتا، تهانينا على عودتك لرئاسه نادي برشلونه وعلى الحب والثقه التي تلقيتها من كل من ينتمي لهذا النادي العظيم. نتمنى لك في النادي الاهلي كل التوفيق والنجاح في المستقبل القريب. احنا لو اتكلمنا تحديدا هنا عن الوضع الحالي بقى لنادي برشلونه، هنقول ان بطبيعه الحال يعني اكيد الجماهير هناك بتامل من لابورتا بقى ان هو يحسن حال النادي والوضع والفريق الاول للافضل. طبعا في مشاكل، في ازمات كتيره جدا عصفت مؤخرا يعني الفريق كله بالنادي، لكن زي ما احنا عارفين عاده يعني المشاكل الاداريه بيبقى ليها حيز كبير او بتاثر كمان على المستوى الفني. دي كانت او ده كان من اهم الاسباب اللي ادت لانخفاض مستوى اللاعبين زي ما احنا تابعنا بصراحه حاجه كانت غير اكيد مالوفه. اللي هيتابع كمان حاله كره القدم عموما هيتاكد طبعا من اللي احنا بنقوله ده. خلينا ندي مثال تاني، مثلا ميلان والانتر، كل ده او كل دي نوادي كانت في المواسم الاخيره، ومنتخب اسبانيا كمان في كاس العالم 2018، وعانوا بعد كده من مشاكل اداريه اثرت على الفريق بشكل كبير جدا، ده بسبب تاني او تسببت بشكل كبير طبعا بانخفاض المستوى الفني. نامل ان شاء الله المشاكل الاداريه دي تحل ويكون في فعلا مستقبل افضل على يد لابورتا اكيد، لان احنا كلنا برضو من محبي يعني برشلونه، نادي ليه جمهور عريض جدا كمان في مصر. صحيح. تحديدا صحيح، وكل محبيه وكل عشاقه ما فيش شك ان هم بياملوا في التحسن الفتره اللي جايه. اكيد نادي برشلونه بتواجد اداره قويه مع لابورتا المتوقع او المفروض انه يتحسن الفتره اللي جايه ان شاء الله، والمفروض برضو ان المشاكل الذهنيه لمعظم اللاعبين احتمال ان هي تنتهي برضو الفتره القادمه. ولكن بما ان نسبه تاهل برشلونه في المسابقه الاوروبيه تبدو محدوده للغايه، فهنا بقى يعني تجدر الاشاره ان بيجي بقى دور لابورتا اللي لازم يقوم بجهد كبير لمساعده الفريق في الاشهر الباقيه من الموسم الحالي، ويمكن الخروج بلقب كاس الملك او الليجا هيكون كافي الى حد ما لبرشلونه والجماهير برشلونه عشان ينسوا كل احزان الاشهر اللي فاتت. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه جدا، وما ينتظره عشاق برشلونه وعشاق ميسي تحديدا، هو ميسي مكمل ولا لا؟ هو ميسي هيتجدد له ولا لا؟ فتجديد هنا عقد ميسي اعتقد من الحاجات زي ما قلت ان الجماهير كلها منتظراها ومهتمه بيها، ودي اول حاجه اكيد اتكلم عنها لابورتا بعد الفوز في الانتخابات، وقال هو هيتواصل مع ميسي عشان يقنعه بتجديد عقده اللي انتهى في الصيف اللي هينتهي في الصيف الجاي. واعتقد كده يعني ان لابورتا بطبيعه الحال هيواجه عقبات كتيره جدا من الناحيه الاقتصاديه، لان احنا كلنا متابعين برشلونه عنده مشاكل كبيره جدا، لان راتب كمان ميسي كبير، فهل هيقدر برشلونه يوفر هذا الراتب مع الازمه الاقتصاديه اللي بيمر بيها ولا لا؟ ده اللي اكيد هنعرفه خلال الايام اللي جايه. طبعا ازمه كبيره، واكيد برضو من ضمن التحديات اللي قدام الفريق الفتره الجايه او النادي الفتره الجايه هي الخروج من الميركاتو بافضل صوره ممكنه. طبعا بنتكلم عن صفقات اللاعبين في ظل الازمه الاقتصاديه، طبعا منافسه برشلونه على التوقيع مع لاعبين كبار باسعار مرتفعه تبدو صعبه الى حد ما، ونظرا طبعا لهذا الامر فممكن جدا يتجه نحو الصفقات المجانيه.